صباح الخير المشاهدين الكرام، وكل عام وحضراتكم بألف خير. عام سعيد على الجميع وعلى الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع. عام تتحقق فيه الأمنيات ونتغلى فيه على التحديات بإذن الله. خلونا نبدأ مع حضراتكم فقرة جديدة في هذا الصباح وقراءة لصاحبة الجلالة وأهم الموضوعات اللي بتطلعنا بها الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم. اسمحوا إن احنا نبدأ من جريدة الأخبار ونطالع منها عنوان: السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء العالم ويهنئ المصريين بالخارج بالعام الميلادي الجديد. في تفاصيل هذا الخبر، تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد. وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في برقياته للزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الصديقة، داعيا الله تعالى أن يجعل العام الجديد عام خير وازدهار واستقرار، وعن تطلعه بكل تفاؤل أن يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية التقدم من خلال تضافر الجهود والالتزام بتعاون مشترك من أجل تحقيق مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب العالم. أيضا بعث الرئيس برقية تهنئة لأبناء مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الجديد. جاء فيها الأخوة والأخوات أبناء مصر في الخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2022. يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب تمنياتي بدوام النجاح والتوفيق. أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تتحقق فيه آمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا الغالية مزيدا من التنمية والرقي والازدهار. من ضمن عناويننا أيضا في جريدة الأهرام بنطالع: قيود كورونا تخيم على احتفالات العام الجديد، بايدن يشيد بشجاعة الأمريكيين في مواجهة الجائحة، وجونسون الوضع الراهن أفضل. في تفاصيل هذا الخبر، خيمت الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ومتحوراته على احتفالات العالم بالعام الجديد، حيث قررت بعض الدول إلغاء الرحلات الجوية، فرضت أخرى حظرا ليليا للتجوال، شددت ثالثة من قيودها لمواجهة الأعداد المتصاعدة من الإصابات بأوميكرون. كما تم فرض قيود صارمة على الحفلات العامة بمنع الموسيقى، اقتصار التجمعات على العائلة. يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه الحصيلة في العالم العتبة الرمزية لمليون إصابة يوميا للمرة الأولى في أسبوع بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس بريس عشية الاحتفالات بالعام الجديد الذي خيم عليه شبح كوفيد مجددا. في خطابه لمناسبة العام الجديد، جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تشجيع مواطنيه على تلقي اللقاح، معتبرا أن الوضع الراهن أفضل من نظيره من العام الماضي بفضل حملات التلقيح. أيضا في أمريكا، أشاد الرئيس جو بايدن في أول عيد ميلاد من ولايته الرئاسية في البيت الأبيض بالشجاعة الهائلة للأمريكيين في مواجهة الوباء، ودعاهم إلى البحث عن النور وإلى وحدة الصف في المصاعب. من جريدة المصري اليوم أيضا نطالع: البرد والأمطار يحتجزان المواطنين في المنازل، انتعاشة في المدن السياحية للاحتفال برأس السنة. أيضا في تفاصيل هذا الخبر، شهدت العديد من المحافظات موجة من الطقس السيء وسقطت الأمطار الغزيرة في عدد من المدن، ما تسبب في غرق الشوارع التي بدت خالية من المرة، ووقعت حوادث طرق، ورفعت وزارة الكهرباء وشركات المياه حالة الطوارئ فيما انتعشت الحركة السياحية في المحافظات السياحية مع الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق والقرى السياحية. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد حتى اليوم، ورفعت وزارة الكهرباء وشركات المياه حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وطلبت وزارة الكهرباء المواطنين بالابتعاد عن المنشآت الكهربائية. أيضا كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع في المحافظات على مدار الساعة وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة. وعلى صعيد آخر، شهدت المحافظات السياحية نشاطا سياحيا ملحوظا في حجم الحركة الوافدة وعلى رأسها السوق الإسبانية، وأعلن صناع القرار السياحي الأمريكي أن العام السياحي المقبل هو مصري بامتياز.
نروح أيضا لجريدة المصري اليوم ونطلع منها عنوان آخر: الصحة تدرس التوسع في منح الجرعة المعززة، متابعة تطورات الفيروس ودراساته على مدار الساعة. وتدرس وزارة الصحة التوسع في دائرة من يحق لهم الحصول على جرعات تنشيطية، الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما يسمح للفئة العمرية من سن 12 ل 15 عام بالحصول على الجرعة الثالثة. والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة قال إن الوزارة وجميع لجانها العلمية المعنية بوباء فيروس كورونا تتابع جميع التطورات والدراسات الحديثة على مدار الساعة. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم إلي هاتفيا الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني. صباح الخير دكتور محمد. إذن أهمية هذه الجرعة التنشيطية، الجرعة الثالثة، وأثرها بالطبع على الوقاية من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا. لابد أن احنا نؤكد أن السبيل الوحيد للسيطرة على أي مرض في التاريخ والقضاء عليه هو التطعيم وليس العلاج، رغم من ظهور أدوية شركتين فايزر وميرك يعني اجازوا الدواء، اجيز لهم دواء للسيطره على المرض، لكن ده طبعا ده شيء مبشر، ده لمنع تطور المرض، لكن للوقايه والسيطره على المرض فهو التطعيم. عندنا تطعيمات ممكن تتاخد مره في العمر زي تطعيم الحصبه، لان الجسم بيعمل اجسام مناعيه ذاكره مدى الحياه، فحينما تتعرض للحصبه مره واثنين وثلاثه لن تصاب بها. في تطعيمات الأجسام المناعية اللي هي الخلايا الذاكرة ميموري سيلز مش هتقعد أكتر من 10 سنوات زي التيتانوس والدفتيريا، فبنحتاج جرعة تعزيزية كل 10 سنوات. الأنفلونزا نتيجة التحور ما يطلق عليه التحور الجزئي والكلي أنتيجينيك شيفت ودريفت، بنحتاج الجرعة التعزيزية أو التطعيم إعادته مرة كل سنة. في حال الكورونا الأجسام المناعية بتمكث في الجسد الإنسان من حوالي 180 يوم ل 240 يوم. إذن إحنا بنحتاج جرعة تعزيزية طالما الوباء ما زال موجود، ده للسيطرة على المرض ومنع انتشاره حتى لمن الطعم. ولحسن الحظ إن التطعيم مش فقط ممكن يقي ضد الأمراض، حتى بعض الناس اللي هي الأقل استجابة للتطعيمات، لأن إحنا كما نعلم ان التطعيم اهم حاجه في الامان والكفاءه والفاعليه، فالامان كل التطعيمات اللي اي حد هيطعم بها لابد ان تكون امنه. الفاعليه في تطعيم زي تطعيم الحصبه الفاعليه فيه 99%، فكل 100 شخص هياخد التطعيم واحد كانه لم ياخد التطعيم. تطعيم زي تطعيم الفيروس بي كل 100 شخص 5 لن يستجيبوا للتطعيم وقد يحتاجوا جرعه اخرى علشان يتم استجابة 1-2% زيادة من هؤلاء، لكن الباقون لن يستجيبوا. في حالة الكورونا احنا بنتكلم على فعاليات التطعيم ما بين تتراوح ما بين 95 والثمانينات، فاذا في مجموعة لن تستجيب، ولكن ضروري طبعا احنا مش مهم نبحث في هذا الامر كثيرا، لكن حتى دول لما في حالة تعرضهم للإصابة بتمنع تطور المرض الى الحالات الحرجه وبتمنع وتقلل فرص حدوث الوفاه بنسب كبيره قد تصل الى 80%. اذا التطعيم ضروري لكل انسان، وجرعه تعزيزيه ضروريه علشان فكره الاجسام المناعيه الذاكره اللي هي بتقل بعد مده محدده. يعني كمان فكرة التوسع كمان في هذه الجرعة الثالثة المعززة دكتور، يعني وانضمامها أو ضم الفئات الأكثر من 12 عاما إلى هذا الأمر، يعني برضو أهميته لمواجهة هذا الفيروس. تطعيم الأطفال ضروري لحماية الكبار وليس العكس، لأن احنا كما نعلم أن المضاعفات لدى الأطفال واحد كل 250 ألف طفل هو اللي ممكن يخش في المضاعفات اللي هم أقل من 18 سنة اللي قد تصل إلى الوفاة، لكن النسب اعلى بكثير فوق سن ال 18 سنه، خاصه ذوي الامراض المزمنه والضغط والسكر وخلافه. فتطعيم الاطفال جزء من حمايه المجتمع العام، لانهم قد يصابوا وقد يكونوا حاملين للمرض بدون عرض. فالتوسع في الاطفال بيقلل فرصه حدوث انتشار للمرض والتحور اللي بيحصل اللي احنا بنشوفه ده في هذا في هذه الاونه اللي احنا بنتكلم دلوقتي على تحورات عده دلتا والفا
وأوميكرون، كل هذه التحورات. في حال تطعيم 70% من سكان الكرة الأرضية بما فيهم الأطفال، نستطيع أن نحصل على مناعة جمعية مجتمعية هيرد إميونيتي، وبالتالي فضروري تطعيم الأطفال. أيضا يعني هناك بعض التوقعات أن تكون الأيام المقبلة ربما أشد انتشارا أيضا في هذا الفيروس، هل هذه توقعات هي بالفعل هي توقعات صادقة في ظل ما نشهده من انتشار في العديد من الدول خاصة في الدول الأوروبية وغيرها؟ مع دخول فصل الشتاء الناس يعني بتقل التهوية داخل المنازل، بيبقى الأماكن مغلقة وقليلة التهوية، وقد يحدث تكدس في بعض الأماكن، فليس لنشاط الفيروس أو لأن الفيروس بيزداد في الشتاء، لا، هي نتيجة تغير في عادات البشر، فالتوقع قد يكون سليم نتيجة تغير عادات البشر، لكن الشتاء ليس له علاقة بقصة الكورونا نفسها. طيب يعني الإجراءات الاحترازية بقى المفترض اللي احنا نتابعها أيضا في ظل الانتشار الواسع، وهي من يعني سمات هذا المتحول الجديد أوميكرون بالطبع، وبالتالي لابد من الاستمرار أيضا في هذه الإجراءات الاحترازية، يعني النصائح التي يمكن أن نقدمها ليه؟ لابد أن احنا نتوسع في التطعيم ونقاوم كل الأفكار السلبية اللي هي بتقال على التطعيم، لأن يعني ما زال يتم تداول مثل هذه الكلام، وما زال مجموعة من الناس ممكن تقول هذا الكلام الهراء، فلابد من تجريم كل من يتكلم بالسلب عن التطعيمات. ده رقم واحد، لأن التطعيمات كلها آمنة وفعالة وضرورية، ولابد من التوسع في التطعيم. رقم اثنين، الكمامة ستظل هي رقم واحد في هذا الأمر. الأماكن لابد أن تكون جيدة التهوية ومنع التكدس، زائد الإجراءات الاحترازية المعلومة لدينا من غسيل الأيدي والتطهير وخلافه. فكرة التعايش مع هذا الفيروس يا دكتور، هل الأمر مستمر معنا أم ربما نشهد يعني تراجعا في ظل يعني ما يقال عن يعني تراجع خطورة هذه المتحورات الجديدة، لكن ربما يعني هي أكثر انتشارا وخطورتها تكمن في هذه النقطة تحديدا؟ حينما يحدث تحور، التحور بيؤثر على الفيروس في شيئين، الانتشار والضراوة. الانتشار في معظم التحورات اللي حدثت كانت أقل ضراوة، كانت أقل ضراوة وأكثر انتشارا وأكثر انتشارا، لكن بإذن الله طبعا سنشهد سيطرة على هذا الفيروس عالميا بإذن الله، وسينحصر في يوم من الأيام. وأداء المصري أشادت به منظمة الصحة العالمية، كان أداء عظيم ويعني محسوب وحكيم جدا، وأشادت بنا منظمة الصحة العالمية في التعامل المصري مع الأزمة. أيضا فكرة العلاج بقى لهذا الفيروس دكتور، يعني في ظل ما نسمع من بعض الشركات عن التوصل إلى علاجات ربما تتعامل مع هذا الفيروس في الفترة المقبلة، يعني أهمية هذا الأمر، هل نحن بصدد بالفعل التوصل إلى علاجات ربما يعني تساعد في التعامل مع هذا الفيروس؟ رقم واحد هو السيطرة على الفيروس ستتم فقط من خلال التطعيمات للقضاء على الجائحة، والتاريخ العالمي التطعيمات هي اللي قضت على شلل الأطفال، وهي اللي عملت انحسار تام للحصبة. الدواء سيقضي على الفيروس، وبالفعل ظهر دوائين، شركتين، شركة فايزر وشركة ميرك، ولابد ان هما يتاخدوا في بداية المرض، بيقللوا فرصة تطور الحالة إلى الحالات الحرجة بنسبة 80%، وبيقللوا فرص حدوث الوفاة بمثل هذا الأمر، لكن سيظل التطعيم هو رقم واحد، ثم يأتي بعده السيطرة بالدواء في حالة الإصابة وعدم التمكن. وظهر أيضا بعض الأدوية اللي ممكن يتم التعامل مع من تعرض للمرض قبل ظهور الأمراض لمنع تطور المرض. كل ده شيء عظيم، لكن سيظل التطعيم هو رقم واحد للسيطرة على المرض، فلا بد من الاستمرار في التطعيم، ولا بد أن نكافح مثل هذه الأفكار اللي هي بتدعي إن يبقى لابد نوفر الدواء علشان ما نتطعمش. ده كلام هراء مرفوض تماما. التطعيم رقم واحد، والدواء لمنع تطور المرض والسيطرة عليه في الحالات البسيطة والمتوسطة ومن تعرض للفيروس. بشكرك دكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني. نروح معكم مشاهدينا الكرام إلى عنوان آخر من جريدة الجمهورية ونطالع منها، بعد وادي النطرون وبدر الداخلية نعمل على إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل
جديدة المرحلة الثانية في عدد من المحافظات من أجل توزيع جغرافي متوازن. وهذا الأمر بالطبع بيأتي يعني في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير كل السبل للإصلاح والتأهيل للسجناء بالطبع وإعادة دمجهم في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة بالطبع وتوفير كل الإمكانيات وكل سبل العيش الكريم لهم داخل هذه السجون. أيضا ما زلنا معكم في جريدة الجمهورية ونطلع منها تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي قاعدة بيانات دقيقة للتعديلات الزراعية. الزراعة مراجعة جميع التراخيص حصر كامل مهما كانت جهات الولاية. في تفاصيل هذا الخبر عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع التنسيقي لجهاز حماية الأراضي بجميع المحافظات بالاشتراك مع مديريات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الإنتاج الحيواني وقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة برئاسة المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي لمناقشة تضافر كل الجهود لوقف التعدي على الأراضي الزراعية. وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وأضافت أنه تم خلال الاجتماع أيضا التشديد على إعداد قاعدة بيانات متدفقة لجميع التعديات أو مدققة عفوا لجميع التعديات على الأراضي الزراعية أيا كانت جهة الولاية بمحافظات الجمهورية والتنسيق معها وكذلك مراجعة جميع التراخيص والموافقات الصادرة لإقامة مباني ومنشآت ومزارع إنتاج حيواني على الأراضي الزراعية وحصر كافة مكامير الفحم المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها بالتنسيق مع البيئة والوحدات المحلية. نروح لعنوان آخر أيضا من جريدة أخبار اليوم ونطالع منها 300 مليون جنيه منحة سعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في تفاصيل هذا الخبر وقعت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية في ختام اجتماعاتها بالقاهرة اتفاقيات لتمويل للمساهمة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 300 مليون جنيه بواقع 100 مليون جنيه من كل من بنك التنمية الصناعية و100 مليون جنيه مع بنك القاهرة و100 مليون جنيه مع شركة إنماء التمويل. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى أن هذه الاتفاقيات بتستهدف تخصيص حزمة من المنتجات المصرفية بأسعار فائدة ميسرة لدعم المشروعات بالصعيد والمناطق الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات. وقد أشادت الوزيرة طبعا بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة والاستراتيجية واللي بتعكس فرصة لإتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في مختلف المجالات لا سيما من خلال برنامج الملك سلمان الذي يعزز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وأيضا منحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متطلعة لفتح أفاق جديدة للشراكة مع المملكة في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية. آخر أخبارنا من جريدة الأهرام ونطلع منها خلال تفقده لأعمال الإنشاءات الوزير مشروع قطار العين السخنة العلمين مطروح نقلة حضارية. في تفاصيل هذا الخبر قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ان مشروع القطار العين السخنه مطروح يعتبر بدايه لمنظومه شبكات القطارات الكهربائيه السريعه والتي سوف تمثل نقله حضاريه جديده في وسائل المواصلات بمصر. وايضا جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل اعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخنه العلمين مطروح وذلك في المسافه ما بين حلوان والعين السخنه مرورا بالعاصمه الاداريه الجديده والتي ينفذ فيها الجسور الترابيه والكباري والمحطات والاسوار بواسطه كبريات الشركات المصريه المتخصصه. ايضا تفقد الوزير محطه حلوان اللي بتخدم المدن المجاوره لها محطه محمد نجيب اللي بيستفيد منها مواطنو مناطق القطاميه والقاهره الجديده والمحطه التبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف والتي تعد مركزا لوسائل النقل المختلفة وبتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشرق القاهرة ونقاط التبادل مع القطار الكهربائي الخفيف. دي كانت مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير اللي طلعتنا بها الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم. على رأس الساعة موجز لأهم الأنباء ومن بعده هنبدأ مع حضراتكم أولى فقرتنا الحوارية في هذا الصباح.